هذا اذا كان المريض من اكسرسايز تيست، اذا كان نورمال كل شيء. من انت يحكي؟ ما ادري هي بعد منها بدات حيش توقع وهي عاد شنو يلا بدري. وجانب دون كلام شنو دول شو اسمه وجانب؟ الاكسرسايز تيست قلنا هاي اللي نركضه زين حتى نسوي لنا ميمك اكسرسايز، راح يصير عندنا ايذر تشيست بين او يطلع اس تي ديبرشن. اس تي ديبرشن تكون بلانر عاده مستقيمه اشوفكم اياها، او داون سلوبنج اس تي ديبرشن 1 ملم اور مور، لازم هاي تطلع 1 ملم اور مور زين. انديكيت اسكيميا، انديكيت اسكيميا اذا كان بالتريد ميل. اكسرسايز تيست اللي هي قلنا نركضها اما على تريد ميل على القايش على الجهاز او على البايسكل، ممكن ما نسوي لهم طبعا. هذا اما هي كونفيرم دايجنوزز اور اكسكلود، نوت اكسكلود كومبليتلي بس يعني ريفيوت دايجنوزز اوف انجينا زين. فنشوف من نشوف اذا عنده بوزيتيف معناه هذا عنده انجينا، نروح نسوي وراها كورونري انجيوغرافي، ونفس الوقت نشوف السيفيريتي اوف ذا كورونري ارتري. اذا وايد سبريد كان اس تي ديبرشن اكثر من 1 ليد زين، وايد سبريد معناها فد اسكيميا، وايد سبريد اسكيميا. مرات فولس بوزيتيف تطلع هي بوزيتيف حقيقه هو نورمال يعني ما بي شيء، فهي بيها فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف. اذا واحد ياخذ ديجوكسين لان اكو سرعه اس تي ديبرشن، فما نعرف هاي اس تي ديبرشن للاسكيميا او الجوكسين انتوكسيكيشن، او اذا عنده ال بي اتش زين ليف فندل برانج بلوك وول باركنسون، كل هاي التشنجز الموجوده ما نقدر نقول هاي الاسكيميا، فما نقدر نعتمد على الاي سي جي يعني تريد ميل ما نسوي له العادي، ما الاي سي جي راح نعطيه على طرق اخرى. كونترا اندكيشن للاكسرسايز تيست اذا كان سيفير ايورتيك ستينوسيس، إذا هوكم هايبرتروفيك اوبستركتيف كارديوميوباثي، اكيوت ام اي اول ايام زين او خلال اول ثلاث ايام، سيفير هارت فيلر، ان كنترول ارثميا، سيفير بولمري هايبرتنشن، ارثميا سيفير ارثميا مثلا في تي عند فنتركوتيك كارديا زين، هاي كلها كونترا اندكيشن للاكسرسايز تيست. الاكسرسايز تيست قلنا العاديه هاي اذا كان المريض هيلثي رجليه يقدر يركض، يقدر شو اسمه؟ ALT ما عنده فد مشكله، ما عنده OA changes osteoarthrosis، ما عنده amputation، ما عنده COPD، يعني ALT person otherwise ALT يقدر يركض، وال ECG مالته between the attacks اذا كان normal فنسوي له هذا التريدميل اكسرسايز تيست. هاي اذا طلعت بوزيتيف معناه هذا عنده اسكيميا، فراح نسوي له كورونري انجيوغرافي. مرات المريض ما يقدر يركض مثلا عنده سيفير او اتشينز، او رجال كبير وما بيه حيل يركض، او عنده سيفير سي او بي دي، او رجله مقطوعه امبوتيتد ليج، هاي كلها ما نقدر نركضها. فشو نسوي احنا هنا؟ انا ما كان ما نركضه حتى نسوي اكسرسايز، حتى نسوي تكيكارديا، نعطي كيميكالز ماتيريال يعني فارماكولوجيكال تيست، نعطي دوبيوتامين انفيوجن، دوبامين انفيوجن او دوبيوتامين زين، حتى نسوي لنا تكيكارديا وكانما ميمك الاكسرسايز اذا ما يقدر يركض، ونربطه على الاي سي جي. نشوف اذا الاي سي جي بي تشينجز اصلا عند ال في اتش اس تي ديبرشن اللي قدام اصلا اس تي ديبرشن، عند الهيف بندر برانج بلوك اكو عند اس تي ديبرشن معناها، اذا وولف باركنسون وايت سيندروم، اذا ديجوكسين انتوكسيكيشن، او اوريدي اكو اسكيميا، هاي حقيقه ما نعتمد على الاي سي جي العادي، راح مكان الاي سي جي نخلي طريقه اخرى مثلا ايكو نركضه، او نعطي دوبيوتامين ونسوي له ايكو نسميه ستريس ايكو تيست، او نعطي التكنيشن
تكنيشيوم زي ما بيسموه سكان ايزو توب سكان ناخذ صوره للهارت بالسكان بالارتريز ونشوف اذا اكو اوبستراكشن، يعني اذا الاي سي جي كان اصلا بي تشينجز ما نقدر نعتمد عليه، نقدر نخلي ايكو نسميه ستريس ايكو او السكان نسميه تكنيشيوم سكان او ايزوتوب سكان. اي هذا الستريس ايكو تشوفوه هنا هذا نورمالي ووك، ومن من انطينا دوب فيتامين صار هايبوكانيزيا اي بالدايجنوز تريتمنت اتشينا قلنا عليه تريتمنت اوف اندرلاين كوز كورونري ان جي او هو ذا بيست دايجنوستيك تيست، والمانجمنت نعتمد على اولا الريسك فاكتور شود بي تريتد ونعطي انجسيد برنيد وايزو سوربايد داينايتريت هذا راح نعبر عليه لين وبيتا بلوكر اذا ما نقدر بيتا بلوكر راح نعطي كالسيوم شانل بلوكر او كومبينيشن اوف ذا. فهذا التريتمنت يعتمد على ريسك فاكتور قلنا عالج الريسك فاكتور ومثل ما قلنا البيتا بلوكر ان جي سي ايزورديل والبيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر اسبرين انتي بديتات اللي هي دوز اسبرين كلوبيدوغرين اند الستاتين كلهم نعطيهم بعدين اضافه الايزورديل والبيتا بلوكر و تريتمنت اوف اندرلاينج كونديشن اور ريسك فاكتور مثل الدايبيتس هايبرتنشن هايبرديبيديميا واذا ما فاد وبعد الحالة عنده راح نسوي له كورونري انجيوغرافي حتى بنسوي له كورونري انجيوغرافي لو يسوي له ستنت زين او بالون ستنت او كابج بدون الشرايين. هاي بالنسبة لل هاي التريتمنت ولا تقروها هاي ماكو داعي نضيع وقت بيها موجودة وش اسمه مرات يصير عندك تشيس بين هو انجاينا نسوي تريد ميل يطلع بوزيتيف وكلاسيكال تشيس بين بس من نسوي له كورونري انجيوغرافي يطلع نورمال. هذا معناه شنو؟ اكو سبازم كورونري سبازم تعطينا نفس البكتشر لما تجي انجاينا ومن الانجاينا تريد ميل بوزيتيف سوي له انجيو يطلع نورمال وهذا due to the spasm of the arteries. ومرات طبعا برنزميتال انجينا هم يسوون نفس الشغله بعدين نحكي عليها والستريس كارديومايوباثي بالانفاركشن هم يعطينا نورمال كورونري arteries بالانجيو يعني due to the spasm of the artery او involvement of very small arteries بالبريفيم اللي ما تطلع بالكورونري انجيو.